فيلم إنسايد من إخراج ميجيل أنجل. بيبدأ الفيلم مع ست وراجل بيتمشوا بالعربية في المطر، وفي الطريق بيفكروا في اسم البنتهم وانشغلوا في الكلام لدرجة إنهم عملوا حادثة. بتفوق الست والعربية مقلوبة بيها ودانها مصابة وبتنزف. بعدها الفيلم بياخدنا لسارة وهي بتطمن على الطفل اللي في بطنها، والدكتور بيبلغها إن معاد ولادتها كمان يومين وبينصحها إنها ما تسوقش أي عربية. بترد عليه سارة إنها ما بقتش بتسوق خلاص بعد الحادثة، وبتركب تاكسي يوصلها لبيتها، وبيفضل يتكلم معاها كتير فبترفع شعرها وبتوطي سماعة الود. وهنا بنعرف إنها بتعاني من ضعف في السمع والسماعة دي بتساعدها. بعدها بتروح لبيتها ومامتها بتتصل بيها عشان تطمن عليها، وبيتفقوا إن سارة هتسيب لها مفتاح البيت في صندوق البريد عشان لما تيجي. وجارهم آيزاك بيزورها وبيكون جايب لها هدية الكريسماس، حاجة لطفلتها، وهي برضو بتديله هديته صورة ليه هو وبراين صديقه اللي ساكن معاه في نفس البيت وجار سارة. ومن الكلام اللي ما بينهم بنفهم إنها عاوزة تسيب البيت وتمشي عشان مش هتقدر تكمل في البيت لوحدها من غير مات جوزها اللي توفى من قريب. وبيعزمها على العشاء عندهم في البيت، بس هي بترفض لأنها مش هتعرف تحتفل وهي حزينة. وبيجي الليل وبتطلع سارة عشان تحط المفاتيح زي ما اتفقت مع مامتها، وبترجع تاني البيت وبتعمل لنفسها أكل وبتحاول تعدي يوم الكريسماس من غير جوزها. ولما الباب بيخبط سارة بتخاف وبتتكلم مع الست اللي واقفة برة اللي بتحاول تقولها إن عربيتها عطلانة ومحتاجة تعمل مكالمة من عندها، بس سارة بتقول لها إن جوزها نايم ومش عايزة تزعجه. وبتفاجئها الست بسؤال: بتكدبي ليه؟ أنت جوزك ميت يا سارة. بتجري سارة تكلم الشرطة وأيزاك صديقها، وبتمشي الست من على الباب. الشرطة لما بتيجي وسارة بتحكي لهم، مش بتقول إنها كانت عارفة اسمها عشان نظراتهم ليها إن دي تهيؤات، بس بيقولوا لها إن عربية الدورية هتكون موجودة حواليكي. بيمشي وبترجع سارة ليومها عادي، وبتروح تنام وبتقلع السماعة. كلبها بيكون نايم معاها في الأوضة، وفجأة بيحس بحركة غريبة وبيطلع يشوف الصوت جاي منين، وطبعا سارة مش سمعة. بس مش هو اللي بيرجع الأوضة تاني، بنلاقي ست غريبة موجودة وفي إيدها شنطة كأنها دكتورة، وبتخدر سارة وبتشغل النور وبتعلق لها محلول وبتربط إيدها بشاش وبتغسل إيديها في الحمام وبتستعد الحاجة بمنتهى البرود، شكلها كده عاوزة تاخد منها الطفلة. سارة بتفوق في الوقت ده وبتحط السماعة بتاعتها في ودنها، ولما بتشوف الست بتتخض وبيحصل ما بينهم صراع. سارة بتهرب منها وبتحبس نفسها في الحمام، مش عارفة مين دي وعاوزة منها إيه. الست بتحاول تفتح الباب، بتكتشف سارة إن الشاش اللي في إيدها طويل وبقيته برا عند الست الغريبة، وبتشد سارة من الشاش اللي في إيديها بقوة وبتحاول تقطعه وبتنجح في ده، والست بتفضل تخبط على الباب بشدة عشان تكسره. أيزاك في اللحظة دي بيتصل بسارة، لكن الست بتجيب الموبايل وبتقفل عليه وبترجع تخبط على سارة تاني، وبتفضل تتكلم معاها إنها لازم تخرج ومش هتفضل طول عمرها محبوسة في الحمام. سارة بتقع على الأرض لأنها بتحس بانقباض شديد في بطنها، شكل الدواء اللي الدكتور ادهولها عشان يساعدها في الولادة اشتغل، والسماعة بتاعتها بتفصل شحن فبتنهار من العياط عشان هي كده مش هتسمع حاجة. أيزاك بيجي وبيدخل البيت بالمفتاح الاحتياطي اللي معاه. لما بيقلق عليها الست بتقابله بمنتهى الهدوء وبتعرفه بنفسها إنها أم سارة. سارة مش سمعة إن أيزاك موجود، بس حاسة بعدم وجود الست قدام الحمام، فبتطلع من الحمام وبتدخل أوضتها وبتلاقي إن الست حقنتها بحاجة ليها علاقة بالولادة، وهنا بتفهم إنها فعلا عاوزة تاخد طفلتها. وبتحاول سارة تغير بطارية سماعة ودنها. الست اللي عاملة أم سارة بتبلغ أيزاك إن سارة هتعرض بنتها للتبني. بيتصدم أيزاك وبيكذب عليها ويقول لها إنها كانت قايلاله عن الموضوع، بس ما يعرفش إن سارة أخدت القرار. وبتوصله للباب وهو ماشي، مامة سارة الحقيقية وصلت وبتسألهم انتو مين، وطلعت تجري على بنتها عشان تطمن عليها. في الوقت ده سارة بتحس ان في حد طالع فبتستخبى وبتهجم عليها بجزء من مراية مكسورة في رقبتها، بس للأسف سارة بتقتل الشخص الغلط، بتقتل مامتها. وأيزاك تحت بيحاول يفهم مين الست دي، وبيطلع لسارة عشان يطمن عليها، بيلاقيها قتلت مامتها، وبتحاول تفهمه إنها كانت فاكراها الست اللي بتتهجم عليها، وهي منهارة تماما مش مصدقة اللي بيحصل. بتيجي الست وبتموت أيزاك من ظهره، وسارة بتطلع تجري على الحمام تاني، بس الست بتعرف المرة دي تحط إيدها بين الباب، وسارة بتفضل تزقه لغاية ما بتنجح تحبس نفسها في الحمام تاني. ولما موبايل أيزاك بيرن الست بتروح تطلعه من جيبه، بتلاقيه لسه عايش بس مش قادر يتحرك خالص، وبتوريله مين اللي بيتصل، وهي بتقطع نفسه وبيموت.
كان اللي بيتصل بيه برايان جارهم اللي عايش مع آيزاك. الست بتحط حاجة زي الجزمة على باب الحمام عشان سارة ما تعرفش تخرج، وبتروح تاخد مفاتيح بيت آيزاك. في نفس اللحظة دي بتقدر سارة انها تكسر شباك الحمام، وبرايان بيشوفها بيفتكرها بتشاور له عادي وبيقول لها انه بيحاول يكلمها. سارة بتحاول تستنجد بيه بس الست بتدخل البيت وبتقتله. سارة بتفضل تحاول تفتح باب الحمام وبتكسره بس ما بتعرفش تخرج. الست بتمسك ايديها من الفتحة اللي هي عملتها وبتدخل ايديها مكان ايد سارة عشان تفتح هي الباب من جوه، بس سارة بتعورها بجزء من المراية ومش بتعرف تفتحه. بتروح الست عشان تغسل ايديها من الدم بتلاقي عربية الشرطة موجودة برا وكان فيها 2 ضباط. نزل واحد منهم عشان يطمن على سارة. الست بتسحب سكينة من المطبخ وبتفتح الباب، بتلاقي الضابط قدامها بيسألها لو في حد بيزعجها تاني. ما كانش من ضمن 2 اللي جم اول مرة لسارة فما يعرفش شكلها، فبترد عليه بمنتهى الهدوء وبتقوله ان مفيش حد تاني جه، انا بس كنت خايفة في الاول. سارة فوق بتحاول انها تطلع برا الحمام وبتنجح انها تخرج فعلا. ساعتها الضابط بيكون مشي ورجع للعربية، واللي معاه قالت له افتكرتها بتولد وان انت كنت بتساعدها. هنا اخد باله ان الست اللي كانت بتكلمه ما كانتش حامل، فنزل بسرعة تاني للبيت والست لسه هتطلع لسارة. الضابط بيخبط عليها وبتروح تفتح له تاني. سارة بتنزل من فوق والضابط بيقول لها انت سارة كلارك؟ بتقول له ايوة الحقني. ساعتها الست بكل سرعتها بتحط السكينة في وشه فبيقع على الأرض، وسارة بتهرب لفوق بس الراجل مش بيموت وبيقدر يرجع ويضربها، بس هي بتاخد السكينة تاني وبتقتله. لكن لسه في أمل في الضابط التاني اللي معاه في العربية. سارة بتستخبى والضابط بتيجي تطمن على زميلها لأنه تأخر، فبتلاقي الباب مفتوح بتدخل وبتلاقي جثة زميلها. الست بتحاول تلاقي سارة لغاية ما بتهجم عليها وبتقدر أخيرا إنها تضربها وتفقدها الوعي. وبتنزل سارة للضابط وبتقول لها أنا بتعرض للهجوم والست عايزة الطفلة بتاعتي. الضابط مش بتصدقها فبيطلعوا للدور اللي فوق عشان يشوفوا مين الست دي، لكن مش بيلاقوها. وساعتها بيجي معاد ولادة سارة، الشرطية بتحاول تساعدها بس الست بتفصل النور عليهم. بتطمن سارة وبتقول لها انها هتروح تطلب مساعدة وتجي لها تاني، ولما بتروح تصلح النور وترجعه الست بتقتلها. سارة بتحس بحركة غريبة وبتنزل تحت تشوف الضابط، بتلاقي النور قطع تاني والاول مرة هما الاتنين بيواجهوا بعض، والست خلاص هتاخد طفلة سارة. بتقع سارة على وشها والست بتقلق انه ممكن يكون الطفل حصل له حاجة، ولما بتحاول تطمن عليها سارة بتستغل الموقف وبتضربها بحاجة على دماغها وبتطلع تجري لعربية الشرطة وبتطلب المساعدة منها، بس الست بتطلع وراها فبتحاول تهرب منها بس بتركب معاها في العربية وبيعملوا حادثة. ولما سارة بتفوق بتدخل البيت اللي قدامها اللي دايما كانت بتخاف منه وشايفاه غريب. البيت بيكون فاضي، بتحاول تلاقي اي حد او اي حاجة تساعدها لغاية ما الشرطة تيجي، وساعتها بتشوف اغرب حاجة ممكن تشوفها، كاميرا متوجهة ناحية بيتها وصور ليها كتير ومعلومات عن عملية الولادة. بتفهم ان البيت ده بيت الست اللي بتهاجمها وبتستغرب هي ليه بتعمل كل ده. بتفوق الست من الحادثة وبتدخل البيت وبتقول لها ان كل اللي هي عايزاه طفلتها وما كانش فيه داعي لكمية القتل دي. بتحبسها سارة في الدور اللي فوق وبتنزل وبتولع البوتاجاز وبتحط عليه مية. بتخرج الست وبتنزل لها، وقبل ما تقرب من سارة بتهددها انها لو قربت منها هتموت البنت اللي في بطنها، وبتكسب وقت وبتضلق في وشها المية المغلية وبتطلع تجري على برا. وحمام السباحة اللي في جنينة البيت عليه واقي، بتقع عليه سارة والست بتروح لها ومعاها الحقنة اللي هتولدها بيها، وبتبدأ الست تعتب عليها انها السبب في كل ده عشان هي عايزة بنتها اللي اخدتها منها. سارة ما بتفهمش طفلة ايه اللي اخدتها، وهنا بنفهم كل حاجة. الست دي هي اللي سارة عملت معاها الحادثة في مشهد اول الفيلم، وانها كانت حامل برضو وبسبب الحادثة طفلتها ماتت. بتقدر سارة تكسب وقت اكتر وبتقطع الواقي وبيقعوا هما الاتنين في المية، وسارة بتقدر انها تطلع بسرعة. وحبست الست المجنونة دي لحد ما غرقت، واخيرا بتولد سارة طفلتها اللي عملت كل ده عشان تحميها. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.